ريان تعال يا ابوي تعال. كيف الحال؟ الحمد لله. شلونك؟ الحمد لله. حبيبي الله يسعدك، ليه ما جيت تاخذ اوراق المراجعه واختباراتكم يوم الاحد؟ والله يساعد نسينا. الله يهديك، طيب بسيطه مو مشكله، خذ الورقه هذه صورها لك للفصل. طيب وانا اصورها؟ عند الاستاذ سعد طبعا. خلاص زين ابشر. يعطيك العافيه يا ابوي. عافيك. تفضل امشي، تفضل. قهوه وبارده بعد؟ وين راحت ايام العز؟ بدل ما تقول الحمد لله. أقول ترى والله مشغول ما فضيت، نعوضك في الجاية ولا يهمك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أستاذ فيه ورق من المصادر طبعه هنا، ممكن أستلمها؟ خذها خذها يا ريان. أوه بسم الله بسم الله. قهوة، القهوة يا مشاري الله يهديك. الحمد لله أنها باردة ما كانت حارة. لا حول ولا قوة. انت راح حاصل يا خالي وانا ما عليك بضبط لك المكتب. خالي خالي ورقة اختبار عبد الله وين يا ريان؟ اي ورقة؟ الورقة اللي اخذتها من مكتب الاستاذ فهد يومك دخلت تصور. استاذ ما اخذت لا ورقة ولا ادري ايش السالفة. يا ريان عبد الله اللي معك في الفصل اللي بينك وبينه مشاكل كثيره، ولا تبي تقنعني انك ما اخذت منه شيء؟ طيب استاذ ليش انا؟ يمكن مشاري كان موجود بنفس المكان. انا مالي دخل، واساسا انا كنت مع خالي. مشاري قال الصدق، انا وياه كنا بدوره المياه، انت كنت لحالك في الغرفه، ما في الا انت، واضحه. يا ريان اعترف وطلع الورقه، لا قسما بالله يصير لك شيء ما ترضى. اي استاذ كان معنا. قالكم شيء؟ خرجكم عن حاجة؟ كان معنا بس اختفى يوم جاء قال رميت ورقة عبود اللي كرهنا فيها. صح هذا اللي قال. تمزحون صح؟ أنا متى كلمتكم عن الورقة؟ تكلم قل الحقيقة. أها في واحد متفقين معه يجي ضدي. ليش أنتم ساكتين؟ ليه ما تتكلمون؟ يا استاذ اقسم بالله العلي العظيم اني مالي دخل والله يا استاذ. السلام عليكم. السلام. ابشرك الحمد لله لقينا درجه عبد الله مسجله عندنا الاستاذ سعد. الحمد لله. لكن الورقه لازم تطلع. سوى الشيء اللي ما سويته. تصدق يوم سمعت هالجمله حزت في خاطري وتضايقت، لكن فعليا سوى الشيء اللي ما سويته ولا اقدر اسويه. إني بشهد الزور وبضر آدمي مستحيل. يعني أنت مسامحني؟ أنا ما زعلت منك عشان أسامحك. طب الحين ممكن نذاكر؟ يلا يلا مشينا.